فن السيرك، فن الرياضة، تحويل الرياضة من رياضة احترافية إلى من رياضة عامة إلى رياضة احترافية فنية. بمعنى أن أنا بشوف الجمباز في بطولاته وبشوف الجمباز في السيرك في فنونه. ممكن أشوف الكورة بشكل وأشوف الكورة في إيدين اللاعب وهو بيلعب بيها ويتقذفها برجليه وإيديه والحاجات دي. من منتخب مصر في الجمباز. منتخب مصر في الجمباز. كان الله يرحمه دخل أمين وفاروق سليم وأحمد وليم وأنا، وكان من الرياضيين أيضا رجل البرونزي زكريا محمد، ده كان مصارع وحمل أثقال وكمال أجسام. ابتدت التدريبات في أصل عبدين الذي تم تجهيزه خلال الفترة من 60 إلى بداية التدريبات اللي بدأت في 10 إبريل 1965 ابتدوا يجهزوا في نهاية السنة ديت، ابتدوا يجهزوا الخيمة وأقاموها في الأرض ديت. الأرض دي كانت أرض نادي الترسانة ونادي الزمالك القدام اللي تم نقلهم منها. اتعمل مسرح البالونة على ناصية الشارع في 26 يوليو وشارع النيل، ويلي بعد كده السيرك القومي، وإلى جانب السيرك القومي تم إنشاء مسرح السامر. شارك في أكبر المهرجانات الدولية التي تقام في العالم في الفترة دي في الستينيات والسبعينيات في باريس، في هناك سيرك دوما وسيرك ديفير، سيرك الشتاء وسيرك الغرب، وحصل على جوائز عالمية لا تقل، حصل أكثر مرتين على الجائزة الثانية بفقرة الأكروبات على الأرجل. يكون في مدرسة قائمة بمكان تدريب لائق، تمويل وتجديد دماء فن السيرك، سواء الفن القائم أو استحداث الفقرات الجديدة.